بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني صراحة بدي أعمل هذا الدرس دردشي عن الاستغفار وعما يدور من حولنا، يعني هذه الأمور التي تدور من حولنا والناس وكأنها أغمضت عينيها، أو الناس كأنها سكارى لا ترى، أو سبحان الله ينطبق عليها قول المصطفى صلوات ربي عليه في حديث هذا الحديث، وسأروي الحديث إن شاء الله. يعني الوضع بحير صراحة، يبقى الحليم فيه حيران في هذا الزمان، لكن الحمد لله رب العالمين أن هدانا للاستغفار والتوبة والرجوع، ورأينا من فضل الله بهذه الأوراد أو بهذا الاستغفار أو سورة البقرة الخير العظيم العظيم جدا جدا. لكن يبقى في القلب غصة، نعم يبقى في القلب غصة على هذه الأمة، على أحوالنا، على كل ما يدور من حولك، من القريب إلى البعيد، إلى أبعد ما يكون إلى أقرب ما يكون، الحال طعت. يعني وكان ينطبق قول هذا الحديث، لا أدري هو حديث قدسي أم غير قدسي، يعني صراحة تعرض الفتن على القلوب يعودا عود كعود الحصير، فأي قلب أنكرها فهي بيضاء كالصفا لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. بيضاء هذه قلوب طيبة ما بتهتم، لو فتنت الدنيا كلها الله حفظها، وكل قلب أشربها لهذه الفتن تنكت فيه نكتة سوداء، فهي سوداء مربادة كالكوز، يعني كوب كالكوز مجخية يعني هكذا لا تقر، يعني إذا صببت عليها الماء لا تستوعب شيء، لا تقر معروفا ولا تنكر منكر. يرى كل الذي يدور من حولنا، كل هذا الذي يدور من حولنا، وسكران أو إن الله جل في علا قد أطبق عليه في هذا الحديث لكثرة ذنوبه، لكثرة حبه واتباع هذه النفس هواها. نعم أشرب فتنة النساء، فتنة كرة القدم، فتنة التدخين، فتنة جمع المال، فتنة الأنا، فتنة جمع المال والمشاهير وكل هذه الفتن، أحبها وعشقها فنكتت في قلوبهم نكت سوداء، صارت القلوب لا تعي لا تفهم. نعم يعني في تناقض جدا كبير، مش فهمان. كل الذي يدور من حولنا يا جماعة هو عقاب من عند الله، ويأتي شخص يقول لك يعني ما أصاب رسول الله كان عقاب. يا أخي ليش أنت بتجمع رسول الله وصحابته الذين عرفوا الله بما نقول؟ وأنا قلت 1000 مرة إنه الصورة تختلف من شخص لشخص، الصورة بالمنظر إذا وقع زلزال الآن أو وقعت حرب ستختلف بمدى قربنا من الله. مش كان إن أخونا أحمد النعناع الله يرضى عليه ضرب الزلزال وخرج يسأل ما الذي حدث؟ وهذا البيت الذي في ديرنا عندما يعني هذا الطوفان وهذا السد عندما انكسر وجرف كل هذه عشرات الطوابق وأبقى هذا البيت، أليس هو للعبرة؟ فالله يستثني. طب ليه ما جرفوش لهذا البيت؟ هذا كافي للأيتام. نعم احنا من مشكلتنا اننا نزكي الناس تحت القصف، الناس تختلفوا حتى رغم الدماء والاشلاء يختلفوا مع الله، الله يربط على القلب. يا اخي بتشوفش نساء تضحك وهي اولادها استشهدوا مثلا؟ بتشوفش ناس تسخط وتكفر على كل شيء، خلاص تركوا الدين لا يريدون الدين ولا شيء؟ يختلف نفس الموضع نفس المكان، هذا فقد أولاده هذا فقد أولاده، هذا زاد إيمانا وهذا زاد كفرا، هذا ابتلاه الله وهذا عاقبه الله. ليش أنت بتنظر إلى الصورة وكأننا نتساوى؟
أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين يعني يجترحون السيئات ساء ما يحكمون. فالإنسان لازم يعرف حاله. ستأتي الساعة والساعة قريبة لربما مش ساعة يوم القيامة التي فيها قد بدأ يعني أنا أرى بفضل الله أنه الاستغفار يعني انتشر كالنار في الحشيم في مشارق الأرض ومغاربها، ما ترك بقعة إلا دخلها بفضل الله، والفضل كله لله، والناس وجدت ضالتها في الاستغفار، الذين أتوا إلى الاستغفار، الذين بحثوا عن يعني الله عندما أطبق علينا كل شيء بدأنا نبحث عن الاستغفار. لماذا الاستغفار؟ لأنه الاستغفار يحيي الاستغفار كما المطر الذي في الاستغفار وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالاستغفار سيحيي هذه النفوس بإذن الله تعالى. نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبالاستغفار يمطر الله السماء فيحييك ويحيي الأرض ويحيي كل شيء. نعم، ويمكن ويغير الأحوال بفضل الله. فالاستغفار هو فيه الحياة إن شاء الله، فيه عودة الكرامة، عودة العزة، لكن الصورة تبقى ضبابية لأننا لازلنا في البداية. يعني عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وحوصروا وجوعوا ويعني صبروا ما كانوا تحت العقاب. شان في ناس بتفكر انه كل شيء تحت العقاب. يا اخي لو 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 كنا نحن مع رسول الله لرسول الله كان تحت البلاء ونحن تحت العقاب. ليه بتجمعنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه احنا يعني نساوي نعل على رسول الله او شراك نعله او شراك نعل صحابته الذين رضي الله عنهم؟ فما تحط على راسك ريشي يعني وكأنك انت فزت. انت لم تفوز بشيء، ولا انا ولا حدا، لا نزكي انفسنا اخي الكريم. صراحة والله الوضع يعني تصرف الناس وكأننا سكارى. بدهن يبكوا، بدهن يضحكوا، بدهن يلعبوا، بدهن يرقصوا، وبدهن يعني يدعوا ومش عارفين شو يعملوا. يعملوا كل شيء، البوصلة ضايعة، وكأنه الذي يبحث عن القبلة ليصلي فماسك الجي بي اس يعني القبلة هذه البوصلة، فساعة بتعمل له هكذا يعني هاي الناحية، وساعة بتعمل له هكذا، وكل ساعة يعني مش عمال يهتدي من أين الطريق. الوضع صعب صراحة. يا ليتنا متنا قبل حرب غزة. والله، لأنه الوضع يعني أنا أنظر إلى الناس، الحمد لله رب العالمين، عندما أنظر إلى القناة فهو أجد نفسي في ألف ألف خير، عندما أسمع قصص المتابعين أجد أنفسنا بألف ألف خير. أن فتح الله لنا هذا الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف، وفي هذه القناة وكأنها الكهف الذي يعني نجلس فيه كل الوقت نتابع ونتكلم. لكن لو إن كنا في بدون هذا، بدون هذه القناة، يعني الله أكبر، يعني شو الحال؟ ترى الناس تعرف يعني معلش يعني أنا بدي أشبه، إحنا مشكلتنا مشكلة لكن في تدخل إلهي ضدنا، تدخل إلهي ضدنا لأننا إحنا ظلمة. والله يقول ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم نعم، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نحن ظلمنا أنفسنا وظلمنا من حولنا، والأب ظلم أولاده، ما رباهم على التربية الإسلامية، ما ربينا، ما تربينا حتى، وكأننا بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب. ظلمنا أنفسنا بالربا، في العري، في كل شيء، في التدخين ظلمنا أنفسنا. والله يضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظالمين توعدهم الله، ونحن منهم. ف يعني بصراحة
قلنا هاي دردشة مش عارف الواحد كيف يعني مش عارف الواحد شو بده يحكي صراحة. عزانا الوحيد هو الاستغفار، وما وجد المستغفرين من استغفارهم، وما وجد قراء سورة البقرة من قراءتهم لسورة البقرة. وكيف الله يتولى الصالحين، وكيف الله يصلح نفوس الذين يعني أقبلوا على الله، وكيف إن الله جل في علا يعني يفرج ويعطي ويرزق بالاستغفار. وعزانا أن يكثر سواد المستغفرين فيكون لنا دعوات مستجابة بإذن الله، ويغير الله الأحوال يعني ترى كل شيء من حولك يقول انتبه إن عذاب ربك لواقع. شوف الحروب التي مرت بين على العراق، على ليبيا، على اليمن، على سوريا، نعم، ثم جاءت كورونا، ثم جاءت حرب زلزال تركيا وسوريا، ثم زلزال المغرب، ثم هذا التسونامي أو السد الذي انهال في ليبيا، ثم جاءت حرب غزة ولبنان، ثم الدائرة تدور والناس سكارى. يعني خلينا نتكلم عن أنفسنا إحنا، الناس تفعل كل شيء وكأنه لا في شيء ولا في شيء ولا شيء. الله المستعان صراحة، الله المستعان. لكن عشان أبين للإخوة كلام مهم، وهذه ثقتي في الله، وهذا والله ثقتي في الله، وهذا هو إيماني بالله، وأجزم على هذا الأمر بفضل الله، إن الله لا يعذب مستغفر يعني كتبه الله عنده مستغفر، يعني أخذ وسام الاستغفار، يعني إنسان كل الوقت هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا يمكن أن يعذب الله مستغفر، لا يمكن. نعم، فهذا من وعود الله جل في علا. فنسأل الله العلي العظيم أن يلهمنا ويلهم من حولنا الاستغفار قبل أن تقع الواقعة. نعم، قبل أن تقع الواقعة الأمور تدور من حولنا، يعني سبحان الله، لطالما كان القرآن ينبه الأقوام السابقة، يعني كل نبي ينبه القوم قومه بالعقاب الذي سبق يعني قومهم، وما قوم صالح بذلك ببعيد. نعم، يعني الأقوام التي عذبها الله يذكرهم، ولكننا نحن لا نتذكر. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، لكن يعني عندي يقين في الله إن الله سيغير ويقلب بعز عزيز وذل أو ذل ذليل. وما هذا التعصر الذي في القلب إنما هو إن شاء الله للأجر. نعم، هذا هو الابتلاء، أن تصبر على ما ترى، وأنت تعلم يقينا أنك أنا أعلم يقينا إن الحل موجود، هو التوبة والرجوع لزوم الاستغفار وفي ظرف قصير. لكن عندما تتكلم لا يأبه بكلامك، لأن القلوب نعم لا تقر معروف ولا تنكر منكر، من كثر ما أسرفت على أنفسها لا تقر معروف ولا تنكر منكر. والقانون الرباني يقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعندما أسرفنا على أنفسنا صار صعب علينا الرجوع، صار صعب علينا التمييز، صرنا نرى أننا يعني نحن كلنا هكذا مثلنا مثل بعض، ما فيش شيء يعني فيش، مش شايفين انه في ناس يعني. شوف سبحان الله، حتى المتابعين من مشارق الارض المغربيه، مش يعني فئه معينه في بلد معين، سواد مثلا 200 الف مستغفر، وبدا الله يفتح عليهم وبدات الارزاق والخيرات كلاتهم، كيف رزقكم الله بالاستغفار وكل هذا الخير اللي عندكم نعم بالاستغفار هكذا. لكن الله نشر هذا الاستغفار في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، نتعرف على الاستغفار والتوبة هنا في هذه القناة، وإن شاء الله سيأتي الله
بكم، نعم أنتم المتابعين، لتكونوا نواة. نواة تذكر الناس بالاستغفار. اليوم لربما لا تستطيع أنت أخي المتابع أن تذكر ابنك أو أخوك أو أبوك بالاستغفار. الله كفيل أن يعاقبهم حتى يأتوا إلى الاستغفار، لكنك أنت سترى أنهم تحت العقاب وتتقول لهم توبوا لا يتوبوا، واستغفروا ولا يستغفروا، وأنت تبكي عليهم وأنت عارف الحل، لكن أمرهم عند الله، أمرهم عند الله. ونحن نوكل الله في كل من حولنا أن يأخذ بأيديهم إلى التوبة والرجوع إن شاء الله، لأنه هذا الشيء يؤثر علينا، يؤثر علينا، يؤثر على ما يدور من حولنا من هذه حروب في السودان، في كل مكان، في سوريا، في كل مكان، لا ننسى أي مكان. نعم، هذا إنما سلطه الله علينا لكثرة ذنوبنا. يأتي إنسان أعتذر جدا سطحي ويقول لك يعني الرسول عليه السلام كان تحت العقاب عندما كان في حرب. يا أخي الرسول عليه السلام كان يغزو، الرسول عليه السلام كان يخرج إلى الحرب، إحنا تأتي الحرب علينا ويأتي الدمار علينا، وفوق هذا يأتي الزلزال علينا، ويأتي علينا تسونامي، ويأتي علينا زلزال آخر، وتأتي علينا كورونا، كل شيء يأتي علينا. ما خرجنا إلا خارج لندفع أنفسنا شيء، نستجلب نستجلب الأعداء علينا استجلابا، ونحابيهم ونحبهم هكذا. هذا ليس من الذل، يعني بتشبه هذا بهذاك. يا رجال اتقوا الله، اتقوا الله. بتشبهونا في زمن الصحابة، الصحابة عرفوا الله، عرفوا الله، تفننوا في طاعة الله. نعم، انت لا تعرف الله ولا تعرف شيء، انت بتصلي ركعات بالجيم وكانك في جيم، بتساوي حركات الصلاة وتروح وتبدأ بالسب والشتم، ومستمر في العري، مستمر في الغيبة، مستمر في كل شيء. وضعنا صعب جدا، صعب. يعني اليوم يبعث لي، في الماضي كان في دولة إسلامية منعوا مراسم الاحتفال في العيد، ولا يريدوا أن يسموا محمد، كثر هذا الاسم، الأعياد. نعم، دولة مش عربية، دولة إسلامية. واليوم في دولة عربية متفوقة في الجامعة لا يريد أن يستقبلها المدير، ولا يريد أن يعطيها الشهادة، شهادة التفوق. وخليها على الله، خليها على الله. نعم، لكن عزانا والله هو الاستغفار، والله عزانا الوحيد هو إننا وجدنا من الاستغفار الكثير وأمطرنا الله. والله أكبر يا جماعة، أكبر ما في الاستغفار هو المطر. أنت تبحث عن الزوج، وأنت تبحث عن المال، وفلان يبحث عن الصحة، لكن أكبر ما في الاستغفار أي حسية، الله حرك لك السحاب، من أنت؟ من أنا؟ يعني أعتذر والله مرات في بعض الأحيان بتحاول تنصح قريب، تنصح يعني صاحب، تنصح جار، تنصح زميل من هنا ومن هناك. من أنت؟ وأين شهادتك؟ مثلا اعطيني شهادة، اعطيني كذا حتى أسمع، أو لربما خلص كلب الران على قلوب ما كانوا يكسبون. نعم، هذه القلوب أصبحت سوداء مربادة، يعني سوداء، يعني سكاء، يعني أسود أسود كالكوز. الكوب هو الكوز، مجخية هكذا، مشقلب كالكوز مجخية، لا تقر معروفا ولا تنكر منكر، فلا بيستقبل ولا كلام، بيقول لك نعم نعم نعم، ولكن لا يفعل، لا يستطيع أن يفعل. أكل حال، نسأل الله أن يكثر سواد المستغفرين، لأن كثر سواد المستغفرين لاستجاب الله لدعواتنا، ولا غير الله أحوالنا، ولا قلب الموازين إن شاء الله، وسيقلبها إن شاء الله بالاستغفار بإذن الله تعالى. يعني مرات الواحد لأنه بشوف أشياء لا ترضي الله، ولكنه وكأنه سواد أعظم، مع إن الله جل في علا قال دائما لكن أكثرهم لا يعلمون، لكن أكثرهم لا يفقهون، لكن أكثرهم، الأكثرية دائما يعني في ضلال، وقليل من عبادي الشكور. فالقلة هي كانت المحمودة عند الله دائما، وإن شاء الله إحنا بنكون من هذه القلة المحمودة التي سينير الله بها الدنيا من جديد.
نور الإيمان، نور المعرفة، نور القرب من الله، نور معرفة الله الحقيقية، نور تطبيق شرع الله كما يحب الله ويرضى، يكون غضبا لله وحبنا في الله وبغضنا في الله، يعني نحب بما يحب الله ونبغض ما يبغض الله، وهكذا. صراحة يعني في بالقلب غصة، سبحان الله. ليس كل ما يعرف يقال، ولكل مقام مقال، سيأتي يوم إن شاء الله. لكن أملي في الله كبير، بأن الاستغفار هو مفتاح الله جل في علاه أعطانا إياه، وهو الله جل في علاه أذن في هذا الاستغفار أن ينتشر. أول ما دونت أول تدوينة في 2022 ما كان الناس يعرف هذا الكلام، لا والله ما سمعت أن واحد دون هذا الكلام. أول عطاء الله هو المطر، تدوين على الفيسبوك، جاء المطر بعد 18 يوم تقريبا، عرفت يقينا بشهر 6 عذرا، ما إن بدأت تستغفر ب30,000 وإذا السماء ملبدة بشهر 6، 30,000 استغفار. نعم بدها الإكثار، إكثار إكثار إكثار. نعم فوتونا على متاهة ثبت ولم يثبت، فأخذنا من باب الإكثار، ما علمنا أنه فيه هناك فريق بيقول ثبت ولم يثبت، والله ما كنت أعلم هذا الكلام. فتلبدت السماء بعد 18 يوم، بدأت الغيوم يعني تنتشر، بعد 18 يوم جاء المطر والحمد لله رب العالمين. وهذه أكبر آية حسية ممكن أنها تحصل لك. وأمطروا إخوة في الصحارى، كان يقول يعني السنة التي نمطر فيها مرتين هاي سنة وكأنها سنة الخير كله في صحاري تلا، لا أظن تلا في مناطق في الجزائر وهكذا. وقال يعني أحد الإخوة دون في 2022 أظن أو 23 دون، هذه المرة السابعة تمطر عنا في صحراء، ونحن إذا كانت تمطر المرة الثانية هذا كنا سنة نذكرها إنها الله أمطرنا في سنة الفلانية الفلانية. فالحمد لله رب العالمين، نستبشر خيرا وندعو لأغيرنا، و إن شاء الله إن شاء الله يأتي الفرج، بس بدنا توبة. وأنا لا أرى إن واحد بيعذبنا إلا إنهم الله الذي سلطهم علينا لقلة أدبنا مع الله. والله نفعل ما نريد، نحن نفعل ما نريد، ولا نأبه بدين ولا حدود ولا شيء، كل شيء مباح. الحلال ما طالته أيدينا، الحلال ما طالته أيدينا، والحرام ما لم تطله أيدينا، فإن طالته أيدينا أصبح حلالا. هذا هو واقعنا اليوم. نبحث عن التخفيف، نبحث عن الفتاوى، ما اهتدينا. احنا الله يهدينا، الله يهدينا، يعني وعتبنا كبير على اصحاب المنابر طبعا، لانهم ما اخذوا الاستغفار محمل الجد، اذا سمعوه ما خرجوا به. لازم تعيش الاستغفار، نعم أصحاب المنابر لازم يعيشوا الاستغفار، أنشان يخرجوا للناس يقولوا أنا استغفرت، فعندهم جمهور، بعض الجمهور يقولوا أنا استغفرت وأنا وجدت، يلا نستغفر حتى يتوب الله علينا، مش نخفف 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 نخفف. شلحنا الدين، صار الذي لا يصلي من أهل الجنة والذي يكفر من أهل الجنة، وكلنا من أهل الجنة، يعني حوشنا على الجنة وما أتركنا مكان لغيرنا، ونحن نتفنن في معصية الله. الحمد لله رب العالمين. خليكوا على يقين إن الله جل في علاه سيغير، رغم الألم سيغير، رغم أنوفنا سيغير. نعم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، فينا أو بلانا، شئنا
أم أبينا؟ أنفقوا الأموال أو لم ينفقوا الأموال؟ الأموال ليصدوا عن سبيل الله، فسيغلبهم الله وسينتشر هذا الدين بإذن الله تعالى، لأن الله ناصر هذا الدين. فيا إما إنك تركب في هذا الركب، ووالله ما منعك الله من هذا الذي أنت فيه، كان عندك تعطيل، إن كان عندك تعطيل ما منعك الله إلا ليأتي بك لينجيك مما هو قادم. نعم، الله منعنا لأنه يعلم فينا الخير، لو أنه لا يعلم فينا خير لفتح لنا أبواب السماوات، أبواب يعني الرزق، حتى يعني يستدرجنا في هذه الدنيا ويعطينا وينفذ رزقنا في دنيانا. يعني بين الله، لا تبكي إن كان الله منعك وجاء بك إلى الوجهة الصحيحة حتى يعطيك. يعني أنت بنيت خارج شرع الله بناء غير مستقيم، روح بدك تقيم تجارتك، علاقتك، كله حرام بحرام، من الربا، من السقطات، من ذنوب الخلوات، من العلاقات الغير صحيحة الغير شرعية، كل هذه عملته وحتى تفننت انك تنسب فضل هذه الامور لنفسك، فالله اطبق عليك كل شيء لانه علم فيك خيرا، فقل الحمد لله على هذا. لا تبكي، لو اتركك الله لهلكت، لكنه جاء بك الى الاستغفار، كما جاء بنا الى الاستغفار وقضى عني الدين سنين لم استطع قضاؤه، سنين والله بستة اشهر كان قضاه الله، يعني قبل أن يقضي الدين الله عني أنا كنت قد بعت عقار $100,000 والدين أقل من $100,000، تبخر المال وبقي الدين، هذا قبل أن أتوب وألزم يعني أتوب. طبعا بيننا وبين الله ذنوب، نعم، فعندما تبخر هذا المال وجاء السحر الذي كسر ظهري عرفت اني انا مقصود، فهكذا هي. فالان كل هذه الحروب والامور التي تحيط بنا هي تقدر تقول انا صورة مصغرة، ان الله منعني وعاقبني حتى يأتي بي، والله يحارب بنا حتى نأتي، ان شاء الله سنأتي، ان شاء الله سيتوب الله علينا ونأتي الى الله ونتوب الى الله وننهض مرة اخرى إن شاء الله. فهذا هو رجاءنا، أن يبصرنا الله بعيوبنا، يبصر المسلمين بعيوبهم فيأخذوا هذه العيوب محمل الجد ويبدأوا يعالجوها وينتهوا عنها ويتوبوا إلى الله منها. فالحمد لله رب العالمين، تيه لسنين طويلة بدلها الله وغيرها في أشهر معدودة، 6-7 أشهر انتهت الموضوع، انتهى الموضوع، لكننا تبنا، لكني تبت وأقبلت على الله. فإنك لا تهدي من أحببت، أنا بعرف في من الإخوة من يتعصر قلبه ألم على أولاده، ليه بيصلوش، ليه بيعملوش، ليه بيدخنوا، ليه بتتحكي معهن، زوجها لا يصلي، لربما يسكر وهكذا. عندما نتوب نحن، الله علم فينا خير، مسكنا المسبح وبدأنا نستغفر، فالله يريد بك خير، خلص اقبل هذا من الله، والباقي يعني هو كله على الله. احنا دائما نقول الباقي على الله، يعني احنا بدأنا بالاستغفار وسيحلها الله من عنده، سيحل هذه انه ابني متفلت او زوجي لا يصلي واسكر او زوجي يفعل ويريد، الباقي كله على الله، خلص نترك الامر كله لله. إن إحنا استقمنا على أمر الله خلاص أبشر وتوكل على الله، إلا بدي يجي يا محلا. لكن يبقى في القلب غصة مما يحدث على زوجك، على بيتك، على سوريا، على لبنان، على غزة،
على مصر، على العراق، سمي كل هاي البلاد ما كلها منهكة، يعني يا منهكة يا محتلة من عن طريق أخرى. نحن ما لازلنا تحت الانتداب، منذ الانتداب لازلنا تحت الانتداب، ما تغير شيء، غير الروس عشان تكون عشان تعرف الحقيقة. فكلما نحن ازدادت سيئاتنا زاد الحاكم بطشا فينا، يعني الله يعاقبنا بأيديهم، سيقتص الله منهم، مش معناه لا يقتص، سيقتص الله منهم. لكن لازم تشوف الصورة واضحة وتشوف انك انت في دائرة العقاب، اذا كنت لازلت انت بخير وترى الصورة منه يعني اقترب العقاب من الاخرين، فقل الحمد لله انك انت شايف، غيرك مش شايف، ما هم لا يروا الصورة، فش اسودت قلوبهم من كثرة الفتن، فيا سوداء مربادة لا تقر معروف لا تنكر منكر، تراهم ينظرون اليك ولكنهم لا يبصرون، لا يرى، مش شايف، مش شايف اللي انت شايفه، انت شايف انه عقاب، ويقول لك ليش عقاب، بلاء، اي بلاء، كل هذا الربا وهذا الزنا والإباحيات والعري والغناء وأعراسنا وهذا كلها بلاء، يا أخي اتق الله، ليش بتضلل الناس؟ أنا بضلل ولا أنت اللي بتضللين؟ عندما تضع إصبعك على الجرح وتقول هنا الوجع ستداوي، لكن عندما تقول كل الناس نفس الشيء فأنت مسكين. أنا أعتذر، يعني هي من نوع الفضلة، في أشياء كي تغص في القلب، وإن شاء الله يأتي اليوم ويتغير الحال، ولكن لن يتغير الحال حتى نتوب ونأتي الله صاغرين. فنسأل الله، يعني إحنا علينا أن نذكر دائما، وإحنا إن شاء الله، يعني أدخلت أنا مشرفين بفضل الله جدد من أصحاب الخبرة، من أصحاب القصص في جروب التليجرام، على أساس أنه يساعد الإخوة في لزوم الاستغفار وصورة البقرة، ويرشدوهم حتى يقطفوا الثمار عشان تكونوا نواة. فأنا أطلب من كل أصحاب القصص، كل أصحاب القصص الذين عندهم قصص ويرسلها للمشرفين، أن يدونوها أولا في التعليق ويرسلوها للمشرفين، حتى لو تعبت اعمل نسخ ولسخ دائما، اجعل التعليق كلها قصص للمستغفرين، إذا وجدت أنت من استغفارك شيء اكتبه، يا أخي أنت تحفز غيرك، يعني القناة جمالها في تعليق المتابعين، عندما نقرأ التعليق فنجد أن فلان وجد ذلك من الاستغفار، أخي هاي مهمة جدا عندك، أنك أنت تأخذها مهام أن تبلغ آية، أنت وجدت من الاستغفار شيء اكتبه التعليق، إن شاء الله في كل حلقة تعيد نفس الشيء، نسخ ولسخ. المهم عندما يدخل مبتدئ جديد ويقرأ التعليق يجد فلان وجد من استغفاره كذا، ووجد من استغفاره فلان الآخر، وقام من سورات البقرة وهكذا، هذا الذي نريده، هكذا الأمة تنهض. نعم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أو لأولي الأبصار، فإحنا نعتبر من هذه القصص، ما حركني إلا قصة أنا بال 2015، وما حركني قصة إلا ب 28/9/2019 إلا قصة سورة البقرة، وأنت ستحرك قصة، والقصص في القرآن يعني سبحان الله لقد كان في قصصهم عبرة، فما كان حديثا يفترى، فالقصص موجودة في القرآن ولها أثر عظيم على قلوب الناس، أن يعني تحفزهم. والحمد لله رب العالمين، عندنا مش فقط قصة، عندنا قصة وخارطة الطريق للاستغفار، ماذا ستجد وما كم المدة وما هي الصيغة وماذا تستحضر، لا نستحضر شيء، نتابعك بإذن الله حتى تصل إلى أن يرضى الله عليك ويفتح عليك، فالحمد لله رب العالمين. لكن قد تدل كل الناس إلا أقرب الأقربين إليك، أنت لا تملك القلوب، الله يملكها، أنت عليك أن تذكر، والباقي على الله، هناك ما يقول الباقي على الله، من باب انه هو كله على الله، لكن احنا بنذكر والامر يعود كله لله، ينفع ينفع ينفعهم تذكيرنا او لا ينفع. فبرجاء اخوتي الكرام اكتبوا قصصكم، ممكن ان تشتركوا في جروب التليجرام الذي هناك اصبح عليه يعني
أربعة مشرفين وربما يصبحوا ستة أو سبع مشرفين وكلهم من أصحاب الخبرة يبينوا لكم كل شيء خارطة الطريق كما يفعلوا بالواتساب مع كل متابع يعني يتابعوه حتى يقطف الثمار. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. إن شاء الله يأتي يوم ونفرح, إن شاء الله يأتي يوم ونشعر في العزة والكرامة. لكن أكبر مشكلة إنك عندما تتكلم إنه الوضع هو عقاب عند الله, الناس لا تفهم, لا تريد أن تغير, خلاص سكارة. هذا الذي يوجع قلبي. لا يوجع قلبي ماذا يفعل العدو مع إنه سيعاقبه الله وسيقتص الله منه والدائرة تدور. لكن الناس الغافية تراهم سكارى وما هم بسكارى, لا يأبهون, لا كأجلكم الله كالأغنام التي تؤخذ إلى 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 الذبح. هكذا حالنا. لعله خير إن شاء الله. أسأل الله العلي العظيم أن يغير أحوالنا إلى ما هو خير, وأن يكف بأس الظالمين عنا, وأن يرفع مقته وغضبه جل في علا عنا. اللهم نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا, وأن تبصرنا بعيوبنا, وتجعلنا نأخذ في حل هذه العيوب والخلاص منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.